صحيح. تعالوا بقى نروح جميعا مع بعض كده لاهلي مدينه نصر وزميلنا فاروق صلاح ونشوف فرحه جمهور الاهلي العظيم بعد المباراه. اتفضل يا فاروق. من جديد ده كل التحيه للكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام. مليون مبروك يا كابتن ايمن، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. بطوله السوبر رقم 8 في تاريخ النادي الاهلي، رهاننا دايما بيبقى على روح لعيبه النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي والدقيقه 90. النهارده احنا موجودين في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، اصغر اعضاء النادي الاهلي او اللي كان موجودين النهارده ما بين الشوطين. انا بساله بقول له هنعمل ايه؟ قال لا هنكسب، احنا واثقين في لعيبه النادي الاهلي. انس برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. انس انا سالتك ما بين الشوطين قلت لي هنكسب النهارده. ايوه. عايز تقول ايه لعيبه النادي الاهلي النهارده يا انس؟ مبروك. مين نجم المباراه يا انس من وجهه نظرك؟ افشه بصراحه. عايز بقى النهارده تقول ايه لكل الجماهير؟ انت كنت قاعد واثق ان الاهلي هيكسب النهارده. اقول لهم مبروك ويعني شكرا للاهلي. عايز اروح لحضرتك، احنا دايما بيبقى رهاننا على شخصيه لعيبه النادي الاهلي وثقتنا في لعيبه النادي الاهلي، وشخصيه لعيبه النادي الاهلي بتظهر في الدقائق الاخيره. شفت اللقاء ازاي وشفت هدف طاهر محمد طاهر ازاي؟ يعني بصراحه قبل اي حاجه الف الف مبروك الاول لجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي ولاداره الاهلي. احنا بصراحه الماتش اللعيبه عملت اللي عليها، كان في توتر شديد جدا، كان في توتر شديد جدا، توتر شديد جدا بسبب الحكم بتاع المباراه. احنا يعني اللعيبه بتعمل اللي عليها وبتصنع فرص وبتوصل للجون، لكن المشكله في تحكيم الافريقي. احنا لازم نقف يا جماعه، لازم يبقى في حل، لازم يبقى في حل. احنا كل اعضاء المجلس، كل الاعضاء المجلس المكتب التنفيذي في الكاف بيدافعوا عن الناس بتاعتهم، بيدافعوا عن مصالح البلد اللي مختاراهم. ما ينفعش يا كابتن هاني بعد اذنك، احنا في مصر هنا اهو مفيش حد بيعرف ياخد حقه في الجمهور، الجمهور بيتحرق دمه. خلينا نفرح النهارده بفريقنا ونفرح بفوزنا. شكيت ان المباراه ممكن تهرب مننا، كلنا كنا قاعدين في ثقه في لعيبه النادي الاهلي. لا في ثقه، وانا بشكر اللعيبه ورغم الارهاق بتاع المنتخب الف مبروك، واللعيبه لعبوا لاخر دقيقه والحمد لله، والف الف مبروك للمنتخب للاعيبه الاهلي رغم الارهاق. واحلى مسا على كابتن ايمن وكل الضيوف اللي معاه في الاستوديو. عايز اروح لحضرتك والجميله اللي كانت قاعده معانا النهارده، رغم ان الجو برد ويعني درجه الحراره منخفضه، لكن كان في تصميم النهارده تكون موجود انت والاسره النهارده، متعودين على طقوس هنا داخل فرع النادي الاهلي مدينه نصر. اه طبعا طبعا. في البدايه بقول مبروك للنادي الاهلي وجمهوره. شفنا النهارده النادي الاهلي ما كانش في احسن حالاته، ولكن الرجاء كان مكسور الجناح قدام النادي الاهلي وهو مش في حالته كمان النهارده. بنقول مبروك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله عاوزين الفتره الجايه يكون في جرينتا من لعيبه الاهلي اللي احنا يعني متعودين عليها، يكون في ان شاء الله اللعيبه تكون حاضره للماتشات اكتر من النهارده اللعيبه ما كانتش حاضره. ولكن احنا مبروك طبعا، وشفنا فريق الرجاء النهارده قدامنا كان ما فيش خالص، ما قدرش ان هو يجاري لعيبه النادي الاهلي، وانا بكرر ان احنا ما كناش في حالتنا النهارده، ومع ذلك الحمد لله ربنا كرمنا بالفوز. الحمد لله الحمد لله. عايز اروح لحضرتك، الفرق الكبيرة مهم ان انا لما اكون مش في يومي بقدر ان انا احقق الفوز، وده اللي ظهر النهاردة من لعيبة النادي الاهلي ورجالة النادي الاهلي. الاهلي النهاردة اثبت بتكتيك عالي جدا ان هو يرجع في الماتش لحد الدقيقة 90، روح الاهلي موجودة لحد الدقيقة 90 بكل اللعيبة، تكتيك الملعب كان اعلى مستوى، ممكن الجمهور مش شايفه لكن نسبة الاستحواذ 70%، يعني رايحين اه مفيش توفيق لكن في رجولة في الملعب، حتى التغييرات هي اللي ادت بثمارها، التدعيمات اللي جابها مجلس الإدارة، ونشكر مجلس الإدارة ونشكر كل أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم طبعا الكابتن الكبير الخطيب، إن التدعيمات على أعلى مستوى، وده بيفرح الشعب المصري. الأهلي مش بيفرح الأهلي بس، ده بيفرح مصر كلها. هتلاقي مصر في كل المناطق الشعبية والمناطق العامة بيرقصوا بيغنوا. احنا النهارده بنفرح بالأهلي لأن كاس دوت الناس مش عارفة إن ده احنا نحتفظ بيه للأبد، لأن ثالث بطولة على التوالي. عايز اشكر حضرتك واروح لحضرتك النهارده، تقول ايه لعيبه النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي، وان احنا بنلعب لاخر دقيقه النهارده روح قتاليه عاليه من لعيبه النادي الاهلي. طبعا ده اللي اتعودنا عليه من النادي الاهلي ومن لعيبه النادي الاهلي، وطول 90 دقيقه بصراحه بيلعبوا بروح الفانيلا الحمراء، وبصراحه احنا اتعودنا من اعظم نادي في الكون بكل روح يعني بنلعب قدام اي حد وقدام اي فريق في طول 90 دقيقه بالتشجيع وبالحماس، وعمرنا ما بنخلع على النادي الاهلي بدقيقه واحده. عايز اروح لحضرتك، شفت اللقاء من وجهه نظرك ازاي؟
مباراه كانت صعبه جدا وظروف صعبه. في يعني اللعيبه اللي راجعه من المنتخب بوضع عليها الاجهاد، شفنا النهارده اصابه عمرو السلاي مع بدايه اللقاء، لكن روح لعيبه النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي. وطبعا قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء، وبنشكر طبعا الفريق كله، الفريق كل امل اللي عليه، وبيثبتوا النهارده مره ثانيه اللي هو بلس 90، واحنا كنا قاعدين واثقين تماما 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 بان الفريق هيفوز والاهلي بما حضر. وطبعا سليه من اللعيبه اللي هي من اعمده الفريق والناس اللي هي المهمه جدا، ولكن الحمد لله على كل شيء، ده بيثبت ان البلس 90 لسه ما زالت موجوده والاهلي اهلي. عايز اروح لحضرتك واسالك النهارده، عايز تقول ايه لعيبه النادي الاهلي؟ فرحه داخل فرع النادي الاهلي، فرح جماهير النادي الاهلي كبيره النهارده. هو الحمد لله اول حاجه بشكرهم جدا جدا لان هم فرحوا النادي كله، فرحوا مصر كلها، ما فرحوش الاهلاويه بس، احنا فرحنا كلنا. وان هم في اخر دقيقه كان في توتر وكان في كل يعني ضغط عليهم قوي، بس الحمد لله كسبنا في الاخر، وبشكرهم جدا جدا ان هم فرحونا كلهم. النهارده فرحه كبيره وفرحه النادي الاهلي بتبقى مختلفه، فرحه النادي الاهلي بتبقى فرحه مصر كلها. عايزه تقولي ايه النهارده لعيبه النادي الاهلي؟ انا بقول الف 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 مبروك للنادي الاهلي، ومش جديده علينا البطولات، مش جديده علينا الاصرار لاخر دقيقه، ودايما الاهلي كده مفرحنا، ودايما على طول اهلي بطل السوبر، بطل القمه، البطل اللي فوق دايما. الف الف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك، واكيد اكيد اكيد دايما من نجاح لنجاح يا رب. كابتن ايمن، الاهلي دايما هو السوبر، الاهلي دايما بطل في كل وقت وفي كل زمان، دي فرح الجماهير للنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر مستمرين، فرحه مستمره للنادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام. فرحه حلوه، ودايما دايما جماهير النادي الاهلي سعيده، ودايما جماهير النادي الاهلي فرحانه، ودايما جماهير النادي الاهلي ورا فرقتها في الحلوه والمره.